حافل بالإثارة والتنافس، وأيضا حماس مشتعل بين فريق اللهب وفريق الشعلة. إذن كانت هنالك لحظات جميلة في البرنامج، فلابد من وجود أيضا لحظات حزينة، فقد شهد يوم الأربعاء الماضي البرايم الأول لهذا البرنامج، وودعنا فيه أحد النجوم المميزين في البرنامج، حيث تفاعل مع الجمهور البرنامج تفاعل كبير جدا، ما بين حزين على خروجه وسعيد بأنه قد تمت إتاحة الفرصة له في هذا البرنامج، ومثل نفسه يعني ومثل نفسه خير تمثيل. خلونا نشوف هالمقطع اللطيف القصير وراجعين لكم. والله يا أخي في النفس أشياء كثيرة، بس عاد ما أدري شو أقول، والله ما أدري شو أقول، بس يعني إذا بستمر الأسبوع الجاي أنا من الآن والله لن أختار من يخرج، حتى لو قلت لي طريقة المسابقة. هذه طريقة المسابقة، لا يغيرونها تكفون، لا ولا وليد ولا يشيل أسبوع ولا أسبوع. وليد يمكن أسبوع، ما تدري. لا أدري إن شاء الله. أما لا تتفاول علي يا أبوي، خليني في حالي. فتحنا الاسم الذي أتوقع أنها مفاجأة، صدقا مفاجأة. أسبوع وأسابيع ماضية قضيناها، ويمكن هذا الشخص يتوقع أنه يستمر، بكل تأكيد أنه يتوقع أنه يستمر. قريت الاسم، دقت أجراس وداع عزام المقطيب. لا 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 لا. تحية شباب. الفرح مثل السجين، والحزن برقاه يلوح، آه يا مكسى الحنين. بعد ما كنا سوا والأمل معنا فوا، بالفكر نبني الطموح، هذا الأسبوع دقت أجراس الوداع العزام المقيطيب، الله يوفقه ويسهل له يا رب. وكان صراحة من الشباب المشاركين بفعالية في الأسبوع الأول، لكن عاد هذه سياسة البرنامج، وكل أسبوع للأسف راح نفقد واحد من المشاركين. ومعنا الآن على الهاتف فقيدنا لهذا الأسبوع عزام قيطيب. حياك الله يا عزام. أهلا وسهلا، حياك الله أخوي عبد العزيز، ومساكم الله بالخير جميع، عليك وعلى أستاذ فايز العمر. الله يبارك فيك. أولا ما ودنا نقول لك حظ أوفر، لأنك صراحة فايز إن شاء الله بالمشاركة، لكن وش شعورك بعد هذه الحلقة الاستثنائية ووداعك البرنامج؟ والله يا شيخ عبد العزيز، والله أول شيء الحمد لله رب العالمين على كل شيء، يا رب لك الحمد. هذه مسابقة ومنافسة، وحنا دخلنا وحنا عارفين انه هذا يعني سياسة البرنامج، انه بالنهاية راح نطلع، او يا حنا يا غيرنا بالنهاية راح يطلع يعني. حنا يا رب الحمد راضين، والحمد لله يعني الشعور جدا يعني يا رب الحمد طيبة، لا من ناحية البرنامج ولا من ناحية ابو عمر استاذ سامي اللي ما قصر معنا ابدا، ولا من ناحية الشباب، لكن يعني يمكن الشيء الوحيد اللي حزننا انه راح نفارق الشباب الطيب والبرنامج الطيب والقناة الطيبة، لكن عزاؤنا بإذن الله أنه مهب هي النهاية
بإذن الله أنه إحنا مستمرين مع الشبكة ومع أصدقائنا والنجوم بإذن الله. حياك الله يا عزام، ومثلك صراحة إذا خرج من هذا البرنامج هو يدخل في تحديات أخرى في ميدان الإعلام، ومثلك مميز. عزام خلنا بندخل أنا وياك في تفاصيل أكثر، أنا من الناس ترى اللي حزن فعلا على خروجك، ولكن هذه سياسة البرنامج، وكذلك شوفوا المشاركات في الهاشتاج يقولون الله يهديكم رجعتونا لحظات الحزن، فمحبينك ليس بقليل. لكن عزام خلنا ندخل أنا وياك في التفاصيل، أنا مهدت لك الحين بدخل أنا وياك في الحامي. أكيد هناك سبب تعتقد أنه كان وراء خروجك، ما هو؟ هل تقصير منك أو اختيار أو يعني ما هو هذا السبب؟ والله يا أستاذ فايز، أول شيء الجمهور كله يعني على التفاعل وكذا نشكرهم جدا، التفاعل كان جدا قوي جدا، يعني يفلت الصدر، الله يحفظهم يا رب ويجزاهم خير. بالنسبة للأسباب، فكرة البرايم النهائي ما كانت معتمدة على نقاط معينة أو نقدر نقول على يعني أمور معينة ممكن يكون قصرناها عشان كذا هي اللي أهلتنا للبرايم، هي سالفة اختيار ثلاث أشخاص من الفريق، والخروج أشبه أن يكون قرعة بثلاث أسماء اختارهم الأستاذ سامي جرال. فما أشوف أنا نفسي ممكن أنه قصرت بشيء، بالعكس أنا حاولت قدر الإمكان خلال أسبوع واحد أنه أسوي كل اللي أقدر عليه، الإنشاد حاولنا نشارك بالتمثيل، قدمت أيضا مبادرة باسم الفريق، فريق اللهب كانت عبارة عن أكلات شتوية قصيمية وشيء من قبيل هذا، قدر الإمكان حاولت أنه أثبت نفسي، وقدر الإمكان حاولت أنه أبعد عن الخصومات والخصومات والدنيا هذه كلها، لكن الحمد لله على كل حال، يعني هي أقدار يعني لا يعني لن تذهب لغيرك، جاية لك جاية زي ما نقول، فهي أقدار كلها بالنهاية. أكيد، وأنت بذلت الجهد الكبير صراحة في الأيام الأولى للبرنامج، لكن عزام إذا سمحت لي أختم معاك، شفنا تفاعل الجمهور مع البرنامج وتفاعلهم معاك بالتحديد، الجمهور ينتظر منك خطوة جاية بعد نهاية البرنامج، مخطط على شيء قريب إن شاء الله؟ والله يا بعدي أنا كررت كثير، القادم بإذن الله أنه أفضل وأكبر وأجمل، أولا تفاؤلا بالله سبحانه وتعالى، ثم بوجود الجمهور الرائع اللي يعني كلمات الشكر والثناء لا تفيهم أبدا، أنا إلى اليوم يا أستاذ عبد العزيز تصل رسائل التحفيز والدعاء، واليعني شيء يعني أرى كثير جدا على عزام، يعني فكلمات الشكر لا تفي. المرحلة القادمة بإذن الله أنا خطي الإنشادي قائم وموجود، وأعدهم بإذن الله بأعمال قادمة إنشادية وخطوات إعلامية قاعدين نخطط له، لكن بإذن الله يعني الاستعانة والتوفيق الأول والأخير بيد الله سبحانه وتعالى، فالقادم بإذن الله أفضل وأكبر. نبي شيء حصري يا أستاذ عزام. والله الحصري إلى الآن ما في شيء، لكنه الخطط كلها موجودة، وأنا الآن قاعد أشتغل على بعض الأعمال الإنشادية اللي عشان نقدمها بشكل حلو جدا يليق بظهورنا الأول على الشبكة ويليق بأنفسنا والجمهور. الله يرضى عليك يا أستاذ عزام، سعيدين جدا بهذه المداخلة، والميدان أمامك وأن تستطيع بإذن الله. بإذن الله، الله يجزاك خير على هذه المداخلة، ما قصرت. شكرا شكرا، حياك الله يا عزام. فعلا البرنامج وطريقة الخروج فيه كان في نوع من التحدي، حتى يمكن بعض من الجمهور أشوفها في الهاشتاج غير راضي بطريقة الخروج، ولكن هذه طبيعة المسابقة، سواء خرج عزام ولا أي زميل له، فغالبا له محبين سيغضبون على خروج. أكيد مو بغضب بقدر ما هو حزن بالتأكيد على مفارقة الشباب، والشباب جميعهم مميزين، لكن مثل ما نعرف احنا وياكم طبيعة البرامج التنافسية، لا بد من خروج ولا بد في النهاية من فائز فيها يا فائز. لكن ليش 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 كل البرامج قائمة على الخروج؟ ليه ما نسوي برنامج ما في خروج مثلا يزيد العدد، كلهم فائزين يعني يصيرون كلهم مثلا توجهم على المركز الأول مكرر 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 ويطلعون 20 واحد فائزين بالمركز الأول؟ ما ينفع كلهم يصيرون برنامج ترى هذه حصرية، أنا بوقع عليها عشان ما حد ياخذها. لا رجاء نخليها في الدرج أحسن والله. ايه أنا أنصحك بكذا، لكن ما راح يقدرون كلهم يكونون فائزين لأنك أنت الوحيد فائز العمر. فائز العمر يا سلام، أنا فائز فعلا بظهوري معك سعد عزيز.